أهلا بكم. استقبل سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله في ديوانه بقصر السيف صباح اليوم معالي رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم. واستقبل سموه حفظه الله بقصر السيف صباح اليوم معالي رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح. كما استقبل سمو نائب الأمير وولي العهد حفظه الله بقصر السيف صباح اليوم معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد الحمد الصباح. واستقبل سموه حفظه الله بقصر السيف اليوم معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية الشيخ سالم عبد العزيز السعود الصباح. كما استقبل سمو نائب الأمير وولي العهد حفظه الله بقصر السيف اليوم معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ خالد الجراح الصباح. استقبل سموه حفظه الله معالي وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان صباح السالم الحمود الصباح. كما استقبل سمو نائب الأمير وولي العهد حفظه الله معالي وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الصحة الشيخ محمد العبدالله المبارك الصباح. كلف مكتب مجلس الأمة في اجتماعه اليوم اللجان البرلمانية تحديد أولوياتها التي سيقدمها المكتب بدوره للحكومة لتوافق عليها تمهيدا لإقرارها في دور الانعقاد المقبل. وتناول الاجتماع عددا من الموضوعات منها تحديد أولويات المجلس. قال رئيس مجلس الأمة علي مرزوق الغانم عقب الاجتماع إن المكتب حضر لإجراء أكبر استبيان واستطلاع في الحياة البرلمانية في الكويت، وذلك لمعرفة أولويات المواطنين ليكون أمام الحكومة والمجلس في بداية دور الانعقاد. اليوم عقدنا اجتماع لمكتب المجلس بحضور كامل أعضائه، وتم اتخاذ العديد من القرارات المهمة التي تقع في طريق أو في مسلك التحضير المبكر لدور انعقاد مليء بالإنجازات إن شاء الله يحقق طموحات أبناء الشعب الكويتي. كما تم تكليف الأمانة العامة وتحديدا إدارة البحوث بعمل أكبر استبيان واستطلاع لمعرفة أولويات المواطنين، وذلك لتكون هذه الأولويات أولويات المواطنين الكويتيين أمام نظر الحكومة والمجلس عند تحديد أولوياتهم. أعتقد أن السلطتين عندما يجتمعان لتحديد الأولويات يجب أن تكون هذه الأولويات قريبة جدا وتلامس احتياجات المواطنين، والسبيل لمعرفة ذلك بطريقة علمية سليمة هو أن نقوم باستطلاع كبير لأكبر شريحة ممكنة، وسيكون هذا الاستطلاع هو الأكبر في تاريخ الحياة النيابية في الكويت، وسنعيد تكراره قبل بداية كل دور انعقاد حتى لا نكون بعيدين عن هموم واحتياجات المواطنين. سياق دعا رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم جميع الأطراف في جمهورية مصر العربية لضبط النفس واتخاذ الحوار طريقا لحل المشاكل، مشيرا إلى أن دعوة حقن دماء المسلمين هي واجب على كل مسلم وعربي. وأكد الغانم خلال مؤتمر صحفي في مجلس الأمة أن ما يحدث في مصر له تأثير مباشر على كل الدول العربية، وأتمنى أن تنتهي الأزمة بأسرع وقت ممكن. في الجمهورية المصرية الشقيقة، جمهورية مصر العربية الشقيقة، أمر محزن ومؤلم لكل عربي أو كل مسلم، وأنا أدعو الجميع إلى حقن الدماء وإلى تغليب صوت العقل والحكمة وضبط النفس. وبهذه المناسبة أود أن أعزي ذوي الضحايا من كافة الفرق والانتماءات والشرائح، وندعو كممثلين للأمة في الكويت، ندعو الجميع إلى ضبط النفس وإلى اتخاذ الحوار طريقا لحل هذه المشاكل وللخروج من هذه الأزمة. ودعوة حقن دماء المسلمين أعتقد هي واجب على كل مسلم وكل عربي، وما لا شك فيه بأن مصر تشكل العمود الفقري للأمة العربية، وما يحدث فيها له تأثير مباشر على كل الدول العربية. لذلك نتمنى من المولى عز وجل أن تنتهي هذه الأزمة وهذه المحنة بأسرع وقت ممكن.
ترأس رئيس مجلس الأمة ورئيس الشعبة البرلمانية مرزوق علي الغانم اليوم الاجتماع الأول للجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية، وجرى خلال الاجتماع اختيار الأعضاء الممثلين للشعبة البرلمانية في الاتحاد البرلماني الدولي وجمعية برلمانات آسيا، كما تم اختيار الأعضاء الممثلين للشعبة البرلمانية في الاتحاد البرلماني العربي واتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، كما نظرت اللجنة التنفيذية في الميزانية الخاصة للشعبة البرلمانية. كذلك وافقت اللجنة التنفيذية على المشاركة في الاجتماع البرلماني الدولي 29 بعد 100 والذي سيعقد في جنيف بالجمهورية السويسرية خلال الفترة من 6 إلى 9 أكتوبر لعام 2013. وأقرت اللجنة التنفيذية إعادة تشكيل لجان الصداقة البرلمانية على أن يتم توزيع الجدول الخاص بلجان الصداقة البرلمانية على السادة الأعضاء ليختاروا ما يرونه مناسبا. أكدت وزارة الإعلام أن الانقطاع المحدود في التيار الكهربائي صباح اليوم لم يؤثر على البرامج الإذاعية أو التلفزيونية في جميع محطات وقنوات الوزارة، مثمنة دور وزارة الكهرباء والماء في معالجة الخلل وإعادة التيار الكهربائي إلى الوزارة. وقال وكيل وزارة الإعلام صلاح المباركي إن المولدات الكهربائية عملت تلقائيا إثر انقطاع التيار، موضحا أن الوزارة تعاملت مع الانقطاع حال حدوثه. في موضوع آخر، قالت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن تسجيل الراغبين بالحج من المقيمين بصورة غير قانونية لموسم حج هذا العام لا يزال مستمرا حتى يوم الأربعاء المقبل، مشيرة إلى أن عملية التسجيل تتم بسهولة ويسر. كما أكدت الوزارة أنها تعمل وتقدم كل ما في وسعها من أجل إنجاح هذا الموسم بالتعاون مع السلطات المسؤولة في المملكة العربية السعودية الشقيقة. أعلنت الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية إطلاق حملة لإغاثة متضرري الفيضانات التي اجتاحت بعض الولايات السودانية، والتي اشتملت على إرسال معونات ومواد غذائية ومساعدات إنسانية أخرى للتخفيف من آثار الكارثة التي حلت بعشرات الآلاف من الشعب السوداني والمتضررين. قال رئيس الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية ومبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية الدكتور عبدالله المعتوق، قال إن الحملة تقام بالتعاون مع الجمعية الكويتية للإغاثة وتقدم المساعدات الإنسانية للتخفيف من أثار الكارثة التي حلت بعشرات الآلاف من الشعب السوداني ممن تهدمت منازلهم وتشردوا بسبب الفيضانات. ولتسليط الضوء أكثر على الحملة الإغاثية لمتضرري الفيضانات في السودان، ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور عبدالله المعتوق رئيس الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية ومبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية. مساء الخير دكتور. دكتور عبدالله، دكتور عبدالله هل تسمعني؟ دكتور، بداية ما هي الخطوات التي اتخذتها الهيئة الخيرية للعمل على إطلاق هذه الحملة الإغاثية لمتضرري الفيضانات في السودان كما ذكرنا قبل قليل؟ يا رسول الله، بعد ذي بيت الحقيقة بما أننا نتكلم عن السودان والقارة الأفريقية، نستذكر الأخ الفاضل رحمة الله عليه الأخ دكتور عبد الرحمن شنيط، أعتبره أنا هو رئيس الإغاثة في الكون في القارة الأفريقية. هذا الرجل حقيقة اللي أخذ من وقته ومن صحته ومن عمره في هذه القارة ليسند فقراءها ويقوم بمتضرريها ويعلم جاهلها، رحمة الله عليه رحمة واسعة. لكن الحقيقة عندي كلام بإذن الله سوف أقوله غدا عن هذا الرجل في اليوم العالمي للإنسانية. عموما كذلك نشكر صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد جابر الصباح حفظه الله أن تبرع وأمر بتبرع الكويت بمليونين دولار ونصف المليون لمتضررين السودان، لأن الحقيقة فعلا الضرر كبير. نعم. تقريبا أكثر من 200 ألف مجرد ومتضرر و 60 ألف منزل مدمر، هناك كذلك على العشرات ومراكز صحية
عشرات المدارس ومراكز صحية تدمرت، فيحتاجون إخواننا السودان من أهل الكويت فزعتهم. الآن إن شاء الله بإذن الله راح يكون عندنا حملة. نعم دكتور، قبل الحملة إذا تسمح لي دكتور، هل تم إرسال معونات إغاثية لمتضررين السودانيين؟ مباشرة، ما إن جاءت الاستغاثة إلا الكويت لبت هذا الأمر. نعم. وأمر صاحب السمو مليونين ومليونين وخمسمائة ألف دولار للسودان، وراح ينفذها هناك استبارتنا في الكويت، وكذلك الهلال الأحمر وبعض الجمعيات الخيرية، وكذلك الهيئة الخيرية في مكتبنا هناك أعطيناهم أمر بأن يقوموا في الواجب. كذلك علاوة على ذلك راح يكون هناك حملة يوم الثلاثاء القادم تاريخ 20 جاري أمانة مع أخوان الجمعية الكويتية الإغاثة برئاسة العم يوسف الحجي، حملة إغاثية لإخواننا في السودان. وانا تجاه فعلا الان حسب يعني الارصاد الجويه ان راح يكون هناك مزيد من الدمار ومزيد من التضرر لاخواننا في السودان. الان محتاجينها لاكل، محتاجين لخيم، لان 260 الف منزل مدمر. فالان نخاطب الامان امانه الشعب الكويتي، اهل النخوه، اهل الفجعه، ان يهبون لاخوانهم في السودان ولنجتهم واسعافهم. نعم، رئيس الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية الدكتور عبد الله المعتوق، شكرا جزيلا لك دكتور. البقاء لله انتقل إلى رحمة الله تعالى مصلح رحيل مزيد العنزي عن عمر يناهز 40 وسوار جثمانه الثرى بعد صلاة عصر غد بمقبرة الجهراء. إن لله وإنا إليه راجعون. ختاما هذا تذكير بأبرز العناوين، طبتم وطابت أوقاتكم. رئيس مجلس الأمة يدعو جميع الأطراف في جمهورية مصر العربية إلى ضبط النفس واتخاذ الحوار طريقا لحل المشاكل. مجلس الأمة يحضر لإجراء أكبر استبيان واستطلاع في الحياة البرلمانية في البلاد، وذلك لمعرفة أولويات المواطنين. والهيئة الخيرية الإسلامية العالمية تطلق حملة لإغاثة متضرري الفيضانات في السودان.